سؤال واحد، شو العالم اللي بدكم اياه؟ استبيان عالمي ماي وورد. تعبس الخيارات من الخيارات اللي ممكن تغير حياتك. And we would like to thank the United Nations for giving us the opportunity to make our voices heard. And to actively contribute to expand the dialogue on the post 2015 agenda in our communities. الاستراتيجية الأساسية إنك تلملم هذه الجهود المبعثرة في الوسط والشمال والجنوب في كل القطاعات. المجتمع المدني يجب أن يملك خيارات مختلفة قد يقدم بديل عما تطرحه الحكومات من برامج عمل تنموية. مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ممكن تضغط بطريقة أو بأخرى على الحكومة لتغيير سياساتها. Let's do it the other way around. Let's do it this time from bottom up rather than from up down. ما في شراكة حقيقية بين هاي القطاعات، ما في حدا أو مؤسسة لحالها بتقدر تشتغل في أي موضوع. بدنا تشارك من الجهات الحقيقية. التعليم العالي في مشكلة 1 2 3 شايفينها، بيشتغلوا فيها وإحنا بندعم وبنقوي وبنساعد. أن تكون وجهة نظره حاضرة تطبيقاً وليس فقط نظرياً. وظيفة مؤسسات المجتمع المدني تكون الدور الرقابي. يفترض يكون في أهداف وطنية، في توزيع لدور كل مؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني شو عم تعمل، وفي حدا عم بيسائلها أنت عملتي وبدعمك وبعدين بسألك عملتي أو ما عملتي. نشجع على ذلك في الأردن، المجتمع المدني لديه دور أيضا في تحديد الأهداف، في الإسهام في تنفيذها، وأيضا من ثم الرقابة عليها. إنه التطوع جزء كثير مهم من المجتمع ولازم يتعزز بالطريقة الصح. دعم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتعزيز الفكر التطوعي في مجالات التنمية المستدامة. Comprehensiveness, inclusiveness لكل فئات المجتمع يكون عوضاً عن موضوع تقطير كلمة المرأة في الأجنة. أفضل طريقة لشراكات الحكومة مع المجتمع المدني هي فتح المجال وتسهيل العمل المجتمعي أو المدني من خلال زي ما أنا أشرت للمبادرات الشبابية.